السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمانة العاصمة المقدسة بتعلن عن أسماء أكثر من 900 شخص من المرشحين لعمل المقابلات الشخصية للوظائف الرسمية الموسمية. تعلن أمانة العاصمة المقدسة عبر حسابها الرسمي عن أسماء أكثر من 900 شخص من المرشحين لعمل المقابلات الشخصية للوظائف الموسمية، والمعلن عنها في تاريخ 11/11/1444 بمسمى مراقب سائق سائق معدات ثقيلة. الوظائف المعلنة: مراقب سائق سائق معدات ثقيلة. الوثائق المطلوبة عند المقابلة الشخصية: أصل الهوية الوطنية زائد نسخة منها، أصل المؤهل زائد نسخة منه، السيرة الذاتية. كانت أمانة العاصمة المقدسة أعلنت عن توفر عدة وظائف موسمية للرجال والنساء لموسم حج 1444. كانت المسميات الوظيفية: مراقب وسائق وسائق معدات ثقيلة. وبدأ التقديم يوم الأربعاء بتاريخ 11/11/1444 الموافق بالميلادي 31/5/2023. اليوم تم الإعلان عن أسماء المرشحين مبدئيا في الوظائف الموسمية لحاج 1444. قائمة أسماء المرشحين بوكالة البلديات الكعكية. هنا قائمة أسماء المرشحين بوكالة الخدمات أمانة العاصمة المقدسة. هنا قائمة أسماء المرشحين بالإدارة العامة للمشاعر المقدسة المعصم. هذه أسماء قائمة أسماء المرشحين لإجراء المقابلات الشخصية يوم الاثنين الموافق 23/11/1444 على وظائف مراقبين من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 11 صباحا. العنوان: أمانة العاصمة المقدسة وكالة الخدمات. هذه الأسماء وأسماء هذه السائقين. طبعا يمكنك الاطلاع على الأسماء وكذلك المواعيد. السائقين: يوم الثلاثاء الموافق 24/11/1444 من الساعة 9 حتى الساعة 11 صباحا. العنوان: أمانة العاصمة المقدسة وكالة الخدمات. سائقين معدات ثقيلة: يوم الثلاثاء أيضا من الساعة 9 إلى 11 أمانة العاصمة المقدسة وكالة الخدمات. دي العنوان: إدارة العامة للمشاعر المقدسة في المعصم. يبدأ يوم الاثنين 23/11/1444 من الساعة 9 إلى الساعة 11 صباحا. الكعكية: يوم الاثنين الموافق 23/11/1444 من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 11 صباحا. العنوان: وكالة البلديات الكعكية. دي طبعا الأسماء المرشحة للقبول المبدئي. في النهاية أتمنى للجميع التوفيق. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.